السلام عليكم ورحمة الله. بإذن الله في الفيديو النهاردة هنشرح تطبيق حلو قوي لتعليم اللغة العربية للأطفال من سن 2 فيما فوق. التطبيق اسمه قصص العصافير، هو تطبيق مجاني تماما، هو من التطبيقات المميزة جدا. ولو شفنا التطبيق على الستور هنلاقيه واخد تقييم عالي حوالي 4.6، واللي قيموه كانوا 7900 تقريبا. هو التطبيق قايم في الأصل على القصص التعليمية، هو بيعتمد على القصص التعليمية المصورة والمسموعة، هي قصص مثالية جدا. وخاصية الاستماع بالذات بتخلي التطبيق مناسب لسن الصغير اللي هو من سن 2، بحيث ان هو يقدر بس يدوس بلاي ويسمع الصوت ويشوف الصور، فمش محتاج حد جنبه يوجهه او يحكي له القصة او يقول له اعمل كذا، فالموضوع بالنسبة له سهل جدا يعني. طيب، هو كمان من التطبيقات اللي بتعتمد على تصنيف القصص حسب درجة صعوبة القراءة. وعلميا هو التطبيق قايم على تصنيف القصص تبعا لدرجة صعوبة القراءة، وهو قايم على حاجة اسمها تصنيف عربي 21، وهحط اللينك في وصف الفيديو مع اللينك بتاع الابليكيشن، وهحط اللينك بتاع وصف يعني ايه تصنيف عربي 21 مع الرابط بتاع الفيديو على الستور. تمام، هنبدأ مع بعض نشوف التطبيق وهنشوف هو بيشتغل ازاي وايه الخصائص بتاعته وايه الخصائص اللي موجودة فيه وموضوع التدرج حسب صعوبة القراءة. تمام، من خصائص التطبيق ده بيساعد الطفل على التعلم بأسلوب القراءة الموجهة، وبرضه هحط لكم لينك يعني ايه القراءة الموجهة للي عايز يستفيد اكتر من الموضوع ده. دي صورة من على الستور شكل التطبيق اول ما بنفتحه، ودي شكل من القصص اللي موجودة. وهو برضو من التطبيقات اللي بتعلم الأرقام والحروف والأشكال وأصوات الحيوانات، بيساعد على تنمية الذكاء العاطفي للطفل، يعني يخلي الطفل يقدر يعبر عن مشاعره ويحس بمشاعر الآخرين. برضو رسومات مسلية جدا، في برضو شوية إعدادات ممكن يكبر فيها الخط أو يغير الموسيقى أو يعليها أو يوطيها، وممكن نستخدمه لقراية القصص للطفل قبل النوم، أو هو زي ما قلنا يدوس على استماع ويسمع القصص ويشوف الصور وهو بيسمعه. من التعليقات الإيجابية على الابليكيشن ده إن هو ينفع للأطفال اللي مش لغتهم الأم العربي، أو اللي عايشين برا واللي حواليهم كلهم بيتكلموا غير اللغة العربية. تمام، هنفتح الابليكيشن دلوقتي ونشوف مع بعض بيشتغل ازاي. تمام، دي الواجهة الأساسية للأبليكيشن. على اليمين تحت كده هنلاقي ده زرار الإعدادات، وهو برضو بيشرح يعني ايه تصنيف عربي 21. حطلكوا زي ما قلت رابط للي عايز يفهم بالظبط يعني ايه التصنيف. هو تصنيف يعني مختصر كده بيعتمد على تدريج القصص حسب درجة صعوبتها. الاعدادات هنا زي ما قلنا ممكن نغير نوع الخط، ممكن نعلي صوت القراءة او نوطيه، صوت الموسيقى في الخلفية ممكن نلغيها. بالزرار اللي على اليمين ده ممكن نسجل فيه بيانات الطفل والبريد الالكتروني للاهل، اللي من خلاله يقدر يعرف هو مستوى الولد في القراءة وصل لفين. تمام، هنشوف مع بعض التدرج اللي قلنا عليه. العلامة الخضراء دي اللي هو اللون الاخضر اللي على كل قصة ده، هي دي القصص المفروض لو دوسنا عليها هننزل القصة دي، زي ما قلنا فيها خاصية الاستماع وفيها كمان خاصية كتب الكلام من تحت. اي واحدة فيها لو دوسنا عليها وحملنا القصة هو بيقول لك اسم القصة دي ايه ومؤلفها والقارئ اللي بيقرأ والمستوى بتاعها والتقييم بتاعها قد ايه، ويقول لك هي ملائم لسن من كام لكام والهدف من القصة ايه بالظبط. تمام، هنا في ثلاث الوان عندنا، اللون الاخضر اللي على اليمين فوق ده فوق القصه ده معناها المبتدئين، ثم اللون الاصفر ده معناها المستوى المتوسط اللي هي فيها مفردات تحتاج تتشرح للولد وهو بيسمع القصه دي، وفي اللون الاحمر هو المستوى المتوسط تقدم ما فيهاش صور وبتعتمد على ان فيها مفردات اكتر محتاجة تتبين للولد ده وتتشرح له. تمام، هنجرب كده مع بعض.
قصة، هنجرب مع بعض قصة، ننزل قصة من كل مستوى ونشوف مع بعض القصة شكلها ايه وايه اللي الولاد ممكن يتعلموا منها. اول حاجة دي قصة اسمها كتاب الحيوانات، والمؤلف اسمه عمرو ابو حميدان، والقارئ اسمه صخر ابو حميدان، وهو مستوى المبتدئين، مبتدأ مستوى المبتدئين مبتدأ ادنى واحد، وهي ملائمة للسن من 0 لـ3، وبتسرد 9 حيوانات مختلفة وأصواتها. هنقرا القصة كتاب الحيوانات، زي ما قلنا، ممكن نقرا الصوت، ممكن نخلي فيه كلام، كتاب ممكن لا. كتاب الحيوانات. هنقلب من هنا. قطة حرة، دجاجة، بقرة، كلب، النهاية. وزي ما شفنا في القصة دي، هي الأصوات واضحة جدا، وصوت التعليق هو صوت ولد صغير، ف مألوفة جدا بالنسبة للطفل. هنشوف تاني حاجة، مستوى تاني، المستوى المتوسط، هنشوف برضو منه قصة. هنشوف مثلا قصة دي مستوى أدنى 2، أو هو المستوى المتوسط اللي معمول عليه اللون الأصفر فوق ده. هي قصة بتساعد الطفل على التعامل مع مشاعره، الذكاء العاطفي اللي اتكلمنا عليه لما يفقد شيء بيحبه. هنشوف مع بعض القصة. ساعد الفيل الحزين. اسمع، لقد فقد صديقي الفيل لعبته المفضلة، ولا أعرف ماذا سأفعل، فأنا لدي موعد على العشاء. هل تستطيع أن تحل محلي وتستمع إليه وتساعده على تخطي حزنه إلى أن أعود؟ ماذا تقول؟ لا، لست حزينا، وأنا لم أفقد لعبتي. ابتعد عني لو سمحت، أريد أن أبقى وحدي. أنا متأكد بأن لعبتي تبحث عني الآن. أنا لا أريد مساعدتك، أنت مزعج جدا. هاي، ابتعدي عن طريقي أيتها اللعبة عديمة الفائدة. أرغب في لكم هذا الحائط. ماذا لو أنني تعاملت مع لعبتي بطريقة ألطف؟ هل تظن بأنني لو ربطتها بيدي لما أضعتها؟ لو لم أخذها معي إلى كل مكان لبقيت في البيت بأمان. لا أستطيع العيش دون لعبتي، لا معنى لحياتي الآن، أنا تعيس جدا، قلبي يؤلمني. كنا نلعب معا في كل مكان، في الحديقة، في المسبح، في المنزل. هل تظن بأنه يمكنني أن أحب لعبة أخرى بنفس القدر؟ ربما يمكنني أن أخترع لعبة مسلية جديدة. لن يعوضني شيء عنها، لكن على الأقل سأجد طريقة لأتسلى. انظر لتلك الطائرة، سأجرب أن ألعب بها. واو! ها نحن نطير مع الطائرة الرائعة. ووو! ها، لقد عدت، كان العشاء لذيذا. ما الذي فعلته؟ يبدو صديقي الفيل سعيدا، شكرا لك.
النهاية. القصة اللي قريناها بتاعت الفيل دي هي بتعلم الطفل ازاي يعبر عن مشاعره، وازاي يقول انا زعلان انا مبسوط، يجرب حاجة جديدة، لو لعبته مش لاقيها يعمل ايه. ده نموذج من القصص اللي موجودة اللي بتنمي الذكاء العاطفي للطفل. هنشوف اخر نموذج اللي هو نموذج المستوى المتقدم اللي قلنا بيحتوي على مفردات محتاجة شرح من الاب او الام، وكمان مفهوش رسومات. ممكن ننزل حاجة زي تمام. الحالة الغريبة للفتى حسونة. تم تقديمها. عادة ما يكون هناك ثلاثة أنواع من التلاميذ في كل فصل. هناك تلاميذ متفوقون. ده نموذج من المستوى المتقدم. ده نموذج للمستوى المتقدم من القصص، وهو بيحتوي على مفردات بتحتاج لشرح. برضو في قصة عايزة اقولها لكم حلوة قوي. هي قصة في المستوى المتوسط عن قوس المطر. قوس المطر. احيانا الصوت بيحصل فيه زي تعليقة كده، فاحنا على بعض الاجهزه مش كل الاجهزه، فاحنا هنقفل التطبيق ونفتحه تاني هيشتغل كويس مفيش مشكله. قوس المطر. أنا سحر، أحب الشمس، أحب القمر، كما أحب صوت المطر. أسمعتم؟ إنه يدق على نافذة غرفتي. مددت يدي لأمسك قطرة، لكنها سقطت من بين أصابعي. ذهبت لتسقي الشجر وتنضج الثمر، وفجأة اختفت قطرات الماء وصفت السماء. أوه، ما هذا السطوع؟ إنها الشمس بدأت بالطلوع من بين الغمامة، ليظهر قوس يشبه الابتسامة. أسميته قوس المطر. يبدو لذيذاً كقطعة سكاكر، كرسام يحب تلوين الدفاتر. أحمر كالفراولة، أصفر كالليمونة، أخضر كالنعنع، فيه لون العنب والتوت. أخرجت رأسي مقتربة منه وسألته: أسمع عن حبك للأطفال، أحقاً ما يقال؟ طبعا، كيف لا؟ ولوني الثاني لون البرتقال، والبنفسجي لوني السابع كلون الباذنجان اللامع. يبدو أنك نادرا ما تتكرر، دعني معك أتصور حتى أراك وأتذكر. كاتش، انظر للصورة، ما أجمل نظراتي، فأنا في أسعد لحظاتي. لقد حان دوري قبل أن أغيب بلوني العجيب أن أقول سر الختام. ألواني سبعة بعدد الأيام. لقد كان لقاؤك سريعا وحديثك وديعا. حفظت السر وألقيت عليه السلام، وأغلقت نافذتي لأنني هتشو أصبت بالزكام. النهاية. دي من القصص الحلوة قوي اللي ألوانها جميلة، التعليق الصوتي رائع، شيقة جدا، بتعلم الولد الألوان، وعلمته كمان العد، وعلمته قوس المطر اللي هو قوس قزح في كام لون، وعلمته عدد أيام الأسبوع كام. يا رب تكونوا استفدتوا.
يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو، وان شاء الله استنونا في فيديوهات تانية بنشرح فيها تطبيقات مفيدة جدا سواء لتعليم اللغة العربية او لتعليم اللغة الانجليزية. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يجيلكوا اخر المستجدات. شكرا ليكم، والسلام عليكم.